إلى اليمن، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن ألوية الرئاسة انتشرت في محيط قصر المعاشيق الرئاسي ورفعت من جاهزيتها العسكرية في عدد من المواقع الحيوية في مدينة عدن جنوبي اليمن. يأتي ذلك تزامنا مع وصول كتائب عسكرية سعودية ومن ألوية العمالقة إلى مدينة عدن لمساندة قوات الحكومة الشرعية للتصدي لمحاولات الفوضى. من جهة أخرى، تشهد مدينة كريتر في محافظة عدن أجواء حذر بالغة مع انتشار مكثف لقوات الجيش.